هنتمنى يا رب اجعلنا من الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحد الفنانين العباقرة المشهورين أرسل لي معجب خطاب، فقال له إلى أعظم فنان إيطاليا. هذا الفنان ما رضاش يستلم الخطاب، قال ده لا يقصدني، لو كان يقصدني كان كتب إلى أعظم فنان العالم. شايف نفسه كده؟ الكلام ده يفكره بموضوع الفنان بيكاسو، الفنان المشهور برضه دخل لصوص بيته فسرقوا معظم الحاجات في بيته، اساس وفلوس وكل حاجه، بس سابوا لوحاته. فهو لما عرف بامر السرقه بان عليه الانزعاج قوي، انزعج، فبدا يساله انت متضايق؟ سرقوا حاجه مهمه؟ قال لا، هم سرقوا حاجات مش مهمه وسابوا لوحات يا السمينه. هو شعر ان كبرياءه جرح، ان اعظم ذنبهم مش السرقه، لا، هو اعظم ذنبهم جهلهم بقيمه اللوحات الثمينه لوحاته. جميل انك تجمع بين الموهبه والتواضع، واعظم الموهبه الاخلاق، واعظم الاخلاق اللي تتعامل بيها مع نفسك. العظمه الحقيقيه زي ما قلنا انك تجمع بين الموهبه والتواضع. عشان تعيش حياتك صح لازم يكون ليك موهبه، ولازم تطور موهبه، وموهبتك دي تكون هي اساس عايش في موهبتك. يعني مثلا تكون عملك موهبتك غير عملك، والاجمل ان يكون موهبتك هي عملك. عشان كده كل انسان هو موهوب بشكل ما، كل انسان هو نسخه اصليه وليه مواهب وليه قدرات. او هتكون حد تاني، او هتقلد حد تاني، انت بتحب شكله، تحب طريقه كلامه فتقلده، لا، انت ليك موهبك الخاصه وتقدر تتعامل معها. ان الموهبه بتحتاج لنفسيه ناضجه تعرف تتعامل معها، وتعرف تشكر واهبها سبحانه وتعالى، وتفتح وتعرف تتخيل نهايه الموهبه دي ازاي يستغلها في حياته. عشان كده كان سيدنا يوسف تميز بالجمال الباهر والشباب وبعد النظر، تجاوز كل الصعاب لغايه ما بقى وزير مصر او رئيس وزراء مصر، وحقق لدعوته الانتشار في كثير من المصريين. في اخر المطاف يقول ايه؟ ربي قد اتيتني من الملك، علمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي، الحقني توفني مسلما والحقني بالصالحين. دي بقى الموهبه الصح، او دي النهايه الجميله. واعظم المواهب انه يختم لك بالنهايه الجميله والمجد عند الله وعند عباده الصالحين، انك تختم حياتك افضل ما يكون. حتى عمر ابن عبد العزيز اقام العدل ونال الخلافه وانال كل ما اراده، بس كان طموحه الاخره. قال ان لي نفسا طواقه، اشتهت الاماره فنالتها، ثم طاقت الى الخلافه فنالتها، ثم اشتاقت الى الجنه، هدفها الجنه. عشان كده المبدعين كتير، بس انت عندك موهبه لازم تطور الموهبه دي. لو شفت المبدعين على التاريخ او على مدار التاريخ، هتلاقيهم في التاريخ الاسلامي كتير جدا. ابن هيثم في البصريات مثلا، ابن زهر عبقري الطب، ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، ابن بطوطه الرحاله، وغيرهم كتير. مش لازم يكونوا دول قدوات في الفن الخير والتقوى والاصلاح، لا، دول بينفعوا مجتمعهم في الموهبه او اللي قدموه للانسانيه او للمجتمع او للاسلام بشكل عام. حياتك وأساسية في حياتك موهوب، كل إنسان هو موهوب. وزي ما قلنا الموهبة عاوزة نفسية ناضجة تعرف تتعامل معها، وازاي تشكر واهبها سبحانه وتعالى على هذه الموهبة، وازاي تتعامل بنضج معها وتشكر الواهب سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على القرآن وعلى السنة حياة هنعيشها للجنة، وإيه غيرها هنتمنى، يا رب اجعلنا من الصالحين.